الدورة الرابعة كانت ناجحة بالديفا سميرة سعيد، والحمد لله بالتعاون ديال السلطات المحلية بدر مصممين عالميين. هاني البحيري، شاركت مع كافتا نورتي في هذه لا ثوازيام إيديسيون. لا كوليكسيون ديالنا ديال هذا العام كانت لا فام رويال، حتى استعملنا بزاف ديال لورغونزا المبرة ديال الحرير ماكس ماغا، وعندي اون فيت عندي لي كوب ديال ان بو مودرن اوت كوتور، ولكن افيك اون توش تراديسيونيل ماروكان، وكل شيء غير بلي بيغ بريسيوز بلي سواروفسكي دو توت لي كولور ان كريستال دوري دور اوكازيون. لورغانيزاسيون سمح لي نقولها، مي لورغانيزاسيون ديال كافتان نورتي زيرو. ميم سميرة سعيد تعصبت، كل شيء تعصب، لي ستيليست كاملين
حيتاش هادشي اللي خصهم غير فلوس. دخلوا معاهم اون فانتين دو ستيليست اون ديزاين دو زيانات كي في 30 بارتيسيبون اون اون سواري. نورمالمون كانوا خصهم يبداو 18 حتى سميرة سعيد كانت عندو سلا اخر قالت لهم صافي براك عليا عيات ما تصبر. وهي هذه كانت عندو ثلاثة مرات دازت جوج مرات ومشات بحالها. شاركنا في كافتا نورتي وللاسف كان تنظيم فاشل 100% وما صراحه ما مرتقاش للديفيلي داكشي اللي كنا كنطمحوا له، ولكن كانت تسمى تجربه ان شاء الله وما جات تكون احسن ان شاء الله بحول الله. شارك في قفطان نورتي وكنت سعيده بزاف بالمشاركه وكان ليفيرمون فريمون مزيان بزاف وكنت مرتاحه والحمد لله كان كل شيء مزيان. انا اصغر ستيليست في مجموعه ديال المصممين كنت فخوره بعد التجربه. معنا الفنان انا كنحترمه بزاف الاستاذ احمد زاهر. من الممثلين الحقيقه السنتين الماضيين تبدو اروع الاعمال كان عليك. كنبغي نقول لك سميره انا هدى زاهر فان كبيره ديالك.